أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة الحرص المستمر على تطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية عبر توفير مختلف التسهيلات للمستثمرين ووضع التشريعات والقوانين والإجراءات التي تدعم ممارسة الأعمال التجارية. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته قمة الشركات العائلية 2024 والتي تستضيفها شركة KPMG في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة بحر قزوين في مملكة البحرين تحت شعار الحفاظ على الإرث في الشركات العائلية بكل أنحاء المنطقة. تأتي قمة الشركات العائلية 2024 لمناقشة مواضيع مهمة بما في ذلك الحفاظ على إرث الشركات العائلية وتجديده وإعادة ابتكار هذه الشركات والتطرق إلى دور المرأة في المحافظة على الموروث العائلي والتنويع مع الحرص على التمسك بالقيم العائلية وريادة الأعمال الناشئة التي تقود الابتكار الرقمي داخل الشركات العائلية. الاقتصاد البحريني والاقتصاد الخليجي بشكل عام قائم على قوة الشركات العائلية، هو اللي خلق الاقتصاد على مدى السنين الماضية، ولا بد أن نحافظ على هذه الشركات لكي تستمر أولا ولكي يستمر الاقتصاد الوطني يتطور وينمو بشكل أكثر. الملاحظ أن إحنا مع الأسف الشديد نركز على حالات الفاشلة أحيانا، في حين عندنا كمية هائلة من الشركات العائلية الناجحة سواء في البحرين أو في الخليج، بعضها تجاوز 150 سنة، بعضها 200 سنة، يعني يتم تداولها من الجد الأكبر إلى الأب إلى الأب إلى الآخرة. في البحرين الحمد لله عندنا بعض الشركات اللي صار لها 130 سنة، 120 سنة و100 سنة وإلى آخرة، ولكن نحتاج إحنا أن هذه الشركات والشركات الجديدة اللي أنشأت من 50 و60 سنة أن تستمر لسنوات أطول. تمثل الشركات العائلية بتاريخها العريق جزءا هاما من نسيج الاقتصاد الوطني ولها تأثير إيجابي على التنمية الشاملة في المنطقة. يبحث هذا المؤتمر تحديدا في مفهوم الإرث، والإرث له عدد من الجوانب المختلفة، لذلك لدينا إرث الشركات العائلية من حيث الثروة المادية التي يتم تكوينها، ولكن أيضاً الإرث الذي يتم إنشاؤه من حيث هوية العائلة والاسم والسلالة والقصص التي تتوافق مع الشركة العائلية، وكيف يتم بناؤها وكيف تأسست والتحديات التي واجهتها وكيف تم التغلب عليها. المواضيع المطروحة اليوم بالذات يمكن كان في تركيز على خطط التعاقب، شيء وايد مهم. الشركات العائلية دورها كبير لأنها تمثل أغلبية الشركات الموجودة، مش فقط في البحرين ولكن في الوطن في العالم كله، يعني أكثرية الشركات الموجودة هي ناجحة هي شركات عائلية، فمهم جدا لأنها صارت عصب الاقتصاد وعصب كثير من الشركات. تم التركيز خلال القمة على أحدث التوجهات والفرص المتاحة للشركات العائلية، بالإضافة إلى التفاعل مع المستشارين والقادة من الشركات العائلية والتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء المنطقة.